زكاة الجاه للدكتور ماجد الشيبة. إن للجاه زكاة مثله مثل النقود، إن للجاه زكاة مثله مثل النقود، فاشفعوا عند احتياج تجروا ممن يجود، لا يصدنك خوف من مسيئات الردود، أجرك المفروعات من غفور وودود، فاسعى للمحتاج واعلم أن ما تسعى يعود، وابذل الجاه احتسابا لرضا الرب المجيد، لا لشيء من حطام، فلقد جاء الوعيد أنه باب عظيم في الربا وهو شديد، أخلص النية فيه واجتهد تلقى المزيد، ربنا عون لعبد كان في عون العبيد، ربنا عون لعبد كان في عون العبيد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.